ثم بعدها نعمة أخرى هي نعمة التشريع، هي النعمة الثالثة. فلو أنه خلقنا وقوانا وآتانا الاستطاعة وقال اعبدوا، ولكن لم يشرع لنا ما نعبده به، لم ينزل لنا أي وحي، لم يرسل إلينا أي رسول، سنبقى بهائمة مثل السباع والوحوش، وحينئذ ستكون شريعة الغاب هي السائدة بين الناس، وطبع وظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، هذا طبيعة الجاهلية. لكن الله أنعم علينا بنعمة التشريع فشرع لنا هذه الأحكام التي هي غاية سعادتنا في دنيانا وفي أخرانا، وهي تحقيق لكل مصالحنا. فما أوجب علينا من الواجبات فإنه لا يمكن أن يستحيل مضرة لنا أبدا. كل واجب شرعه الله لك فاعلم أنه مصلحتك المتمحضة، ولا يمكن أن يكون مضرة عليك أبدا إذا كان على وفق شرعه. بعض الناس يظن أن ذلك جنس وليس مجزأ، فيقول مثلا أنا شرع الله لي الصوم وأوجبه علي، لكن أنا الآن مريض عندي داء السكري أو عندي مرض معين، فالصوم لن يضرني لأنه عبادة مشروعة. الجواب أنك لا، أنت الآن لم تعمل بالتكليف الذي كلفت به. التكليف الذي كلفت به مجزأ، فكل وقت والخطاب الموجه إليك. إذا كنت مريضا فللمريض خطاب، وإذا كنت صحيحا فللصحيح خطاب. وأنت لا تعمل على وفق شهوتك، ولا تعمل على وفق شهوتك، ولا يمكن أن تتصرف بالعبادة على وجه الهوية الهواية فقط. العبادة ليست هواية، العبادة على وفق الاستسلام الكامل والانقياد التام للأوامر التي تأتيك. فإذا قيل لك صم فالحمد لله صم، وإذا قيل لك أفطر فأفطر. فالطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكذلك في كل عبادة أخرى وفي كل قربة. فلا بد أن نعلم أن ما أوجبه علينا هو مصلحة متمحضة، وأن ما حرم علينا فهو مضرة متمحضة، وأن ما ندبنا إليه وسنه لنا فهو مصلحة راجحة، وأن ما كره لنا فهو مفسدة في أغلب الأوقات وأغلب الأحوال، وأن ما أباح لنا وأذن لنا فيه تعتريه الأحوال، تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة. ونحن متعبدون بالمراجعة والاختيار، فإذا وجدنا أن المباح يحقق لنا مصلحة الآن بادرنا إليه تعبدا لله، وإذا وجدنا أنه لا يحقق مصلحة تركناه تعبدا لله. فهذا التشريع نعمة من نعم الله، ولو وكلنا إلى أهوائنا لكان ذلك مضحكا وكان عبارة عن الهزء واللعب. انظروا إلى عبادة المشركين الذين وكلوا إلى أهوائهم، فقد قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، كانوا يصفقون ويصفرون عند الكعبة ويظنون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله. كثير من الناس يظنون أن الرقص وضرب الطبل أو العيدان أن هذا عبادة لله، هذا هزء ولعب وليس عبادة لله. العبادة لا بد أن تكون أمرا شرعه الله وأنزل به وحيا وأرسل به رسولا، فإننا لا يمكن أن نتقرب إليه إلا بما شرع لنا، لأننا لا يمكن أن نصل إليه بنفع ولا بضر. فهو سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، قبل خلق الخلق جميعا لم تتجدد له أي صفة، هو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو العالم قبل متعلقات العلم جميعا. فصفاته أزلية كما هي، فلذلك لا يمكن أن نتقرب نحن إليه بأي شيء لم يشرعه لنا، لأننا لا يمكن أن ننفعه ولا أن نضره. لهذا قال في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هو الذي خلق إبليس وخلق الكفار وقواهم على معصيته، فإنه لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو مطلع على معصية العاصين
وكان قادرا على أن يقبض أرواحهم ويقصم ظهورهم في هذه اللحظة في وقت مخالفته، لكنه خلقهم لذلك لأنه أراد أن يجعل العقاب أخرويا لا دنيويا، والدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وهذه حكمته سبحانه وتعالى، ولله الحكمة في كل تصرف وفي كل فعل، أفعاله غير معطلة عن الحكم سبحانه وتعالى.